يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، ومكملين مع حضراتكم الفقرة الأولى وأخبارنا في 10 الصبح في الأهلي. ونروح دلوقتي بقى بتاريخ 12 أكتوبر اللي بيوافق زي ما متعودين كده كل يوم عديد من المناسبات الرياضية المختلفة. خلينا نروح نتابع. حضراتكم سألتوا أي شخص متخصص في علم النفس، أطباء علم النفس، الأشخاص الرياضيين، وسألتهم عن الارتباط اللي ما بين الرياضة والسعادة، هيؤكدوا على إن في ما بينهم ارتباط وثيق. الرياضة وممارستها بانتظام بيبقى لها انعكاسات إيجابية كتير جدا على صحة الإنسان حتى النفسية. تعالوا نتعرف على التفاصيل أكتر من خلال هذا الفيديو جراف، اتفضل. يمكن زي ما كريم قال قبل التقرير، كل الخبراء او كل يعني المتخصصين في التغذيه وفي الرياضه لما بنستضيفهم بيتكلموا قد ايه الرياضه مهمه في حياتنا، مش بس فكره هنا الصحه البدنيه زي ما التقرير اتكلم، لا كمان في الصحه النفسيه، لان انت يعني لما بتواظب على الرياضه جسمك بيختلف، نفسك بيختلف، صحتك بتختلف، فانت بتحس ان انت عملت اتشيفمنت او يعني حققت حاجه، فبالتالي ده بيساعدك او بيحفزك ان انت تاخد خطوات كمان في حياتك وتبقى خطوات بتنفذها على أرض الواقع، يعني فيها نوع من النجاحات. فأعتقد أنا بتفق جدا مع هذا الكلام، وأعتقد يعني اللي لسه مش مقتنع قوي بالتقرير ده يعني أهمية الرياضة، هو هتلاقيه شخص مش بيحب الرياضة خالص ومكسر فبيدي أعذار. بس يعني أنا قلت أقول لامح كده في إيه؟ أنا قلت أقول يعني لعلمك، أنا بعد ما رحت الجيم امبارح لغاية ما أنا قاعد معاك دلوقتي بعيش فترة من أسعد لحظات عمري، حسيت بالسعادة تأكيداً لصحة كل ما جاء في هذا التقرير.
يا رب نواظب بس، يا رب نواظب. والنبي والله انت مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. ربنا يستر. بصي هو النيه موجوده هنا هوند ان شاء الله. بس لا والله عنده نيه فعلا، عنده نيه فعلا بقى لها بتاع يعني 3 شهور من ساعه دلوقتي ما اشتغلنا مع بعض، بس الحمد لله. المهم يعني فنتمنى فعلا ان احنا كمان حتى والله الكلام لينا ان احنا كلنا نمارس رياضه، ربما فعلا هتفرق في الصحه المزاجيه، لان الصحه المزاجيه متقلبه عند معظم الناس يعني. فكويس ان الواحد برضو يحاول يقللها شويه او يظبطها شويه.